150, 160 women. Imagine the magnitude of this humanitarian disaster. هذا كان محتوى المذكرة الثانية التي تتحدث عن الخروقات بشكل عام في سوريا والخروقات التي بدأت ونحن هنا منذ بداية العملية التفاوضية في جنيف. This was the content of the second memorandum of understanding. It was on the violations taking place in Syria in general, as well as the violations that have taken place since the inception of our negotiations here in Geneva. طبعا بالمقابل هناك انتصار يسجل اليوم للإنسانية في سوريا. هذا الفريق الرائع الذي تعرفونه جميعا، فريق الدفاع المدني، اليوم انتصارا لأرواح الشهداء، تضامنا مع آلام وآهات المعتقلين ودموع الأمهات والأخوات في سوريا، اليوم يفوزون بجائزة الأوسكار في الولايات المتحدة الأمريكية بعد عرضهم لفيلم الخوذ البيضاء، فلهم التحية والمحبة والتقدير من أعماق قلوبنا. But today we have witnessed a victory for humanity in Syria. Our great civil defense team has been in the U.S. It won an Oscar for the movie The White Helmets, and this is dedicated to the souls of the martyrs and in solidarity with the tears of mothers, brothers, and sisters there. حتى هذه اللحظة لم نجد شريكا حقيقيا باحثا عن السلام والأمن والاستقرار، فالنظام يستمر بارتكاب المجازر وقتل المدنيين لتقويض العملية السياسية، وفي الجانب المقابل لم نجد موقفا أو تصريحا أو بيانا أو إدانة من أغلب أعضاء المجتمع الدولي، للأسف الشديد من أغلب أعضاء المجتمع الدولي للأسف الشديد. Well, until now we have not found a real partner for peace and stability in Syria. The regime continues to perpetrate massacres, to kill people in order to derail the political process. Also, there have been no statements of condemnation for what is happening on the part of any party in the international community. نطالب في هذا المجال كل الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتتبنى القيم الإنسانية الرفيعة أن تتخذ خطوات إجرائية حازمة من أجل إدانة وإيقاف هذه الجرائم ومن أجل الضغط للبدء بالعملية السياسية الحقيقية من قبل النظام والدول التي تدعم النظام. We would like to call upon all human rights respecting countries to take the necessary steps, determined steps, in order to condemn these crimes and put an end to them so as to trigger a real start for the peace process. سيكون لنا لقاء مع الجانب الروسي غالبا غدا ان شاء الله. نتمنى ان نتمكن من هذا اللقاء من محاولة أن تكون روسيا إلى جانب مصالح الشعب السوري بعد كل يعني ما حدث في سوريا، ونتمنى منها أن تتخذ موقفا إيجابيا يراهن على إرادة الشعب السوري، لا أن يراهن اليوم على شخص زائل دمر الشعب ودمر البلد في سوريا من أجل الحفاظ على كرسي السلطة، ونتمنى منها دعما حقيقيا وبناء وإيجابيا للعملية السياسية حتى نصل إلى الحل المنشود الذي نطلبه ونحلم به جميعا. We will be meeting tomorrow with the Russian side, and we sincerely hope to persuade Russia to stand by the Syrian people. We hope that Russia will adopt a positive attitude. We hope that Russia will bet on the Syrian people and will not bet on one person who has decided to destroy the whole of Syria so as to remain in power. We therefore hope once again that Russia will be
with us, will provide us with the necessary support to find the appropriate solution to the crisis. ونتمنى في نفس الوقت ألا تبقى روسيا مرهونة لميليشيات إيرانية مارقة تخرب في المنطقة، لا تريد السلام ولا تطلب السلام ولا تحلم بالسلام، وستبقى تعمل من أجل تقويض أي فرصة للوصول للحل السياسي في سوريا. We also hope that Russia will not remain hostage to the Iranian militias that are wreaking havoc and killing thousands in Syria. These Iranian militias who do not want peace and only want to derail any attempt at peace. أنهينا لقاء إيجابيا ثانيا اليوم، وسيكون هناك لقاءات أخرى، ونحن مصممون على المضي بإيجابية في محاولة الوصول للحل السياسي من أجل، كما قلت، دموع أمهاتنا، من أجل جراح وآلام معتقلينا، ومن أجل دماء شهدائنا، ووفاء للإنسانية ووفاء للتضحية. وأقول الرحمة لشهدائنا والجرحى والشفاء لجرحانا والحرية لمعتقلينا وأسرانا، والتحية العظيمة الصادرة من القلب لكل أهلي وأحبائي وأخوتي وأشقائي في سوريا. We therefore ended a second positive meeting. We will have many more. We will continue our efforts in order to find a political solution, in order to wipe away the tears of our mothers, to give meaning to the sacrifices that have been made. And we wish everyone in Syria, including the detainees, freed them. We greet them all. We greet all our brothers and sisters in Syria. سؤالين. Okay, we will take two questions. One Arabic and one English. Okay, Arabic question. Arabic question. Okay. ماهر أقرع، شبكة الاتحاد بريس. دكتور نصر، النظام السوري في الجولات الماضية وحتى الآن وقبل يومين الجعفري صرح بالبدء بمكافحة الإرهاب، والمعارضة السورية تصر على موضوع الانتقال السياسي. ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها إذا ما أصر النظام على ذلك؟ شكرا لك. هل تعال عفوا بس لترجم السؤال. شكرا. Correspondent from Al Etihad Press. Your Excellency, the regime in past rounds, as well as yesterday, has focused on counterterrorism and combating terrorism. You want to focus on political transition. What will happen if the regime continues to insist on combating terrorism? يعني هذا فصل من فصول المسرحية الخرقاء التي يتبعها النظام منذ سنوات. اليوم سمعتم بأن قوات نظام بشار الأسد اليوم تدافع عن داعش في سوريا، ففي القرى التي تقع شرق مدينة الباب المحررة منذ أيام، وفي الوقت الذي تكون فيه المعارك على أشدها، معارك شرسة بالفعل على خطوط التماس، يقوم النظام بالتنسيق مع داعش، تقوم داعش بالتنسيق مع النظام بفتح شريط تقوم به قوات النظام بالالتحام أو تتخلل الحيز الذي تسيطر عليه داعش، حتى تقف حاجزا أمام قوات الجيش الحر التي تقاتل في الباب. لأن نظام بشار الأسد يشعر اليوم أن الأوراق التي طالما لعب عليها على الثورة السورية اليوم تختطف من يده، فهو لا يريد استمرار تحقيق الانتصارات من قبل أبطال الجيش الحر على داعش. هو اليوم يقوم بأن يكون، يعني قواته اليوم تقوم بدور الحاجز بين الجيش الحر وما بين داعش. وطبعا المخطط موجود، أتمنى جميعكم أن يطلع عليه، ويمكن أن أزودكم به، الوقت اليوم لا يسمح، لكن موجود على كل المواقع. اليوم النظام يدافع عن داعش، فهذا الموضوع أصبح، تفضلي، آسف.
Well, this is another scene from the famous mad play that is being acted out by Bashar al-Assad's regime. The regime, in fact, as you have seen in the media, is defending ISIS, is protecting ISIS. In the villages around al-Bab, while fierce battles are going on between ISIS and the Free Syrian Army, the regime is actually coordinating with ISIS and has opened a corridor to prevent the Free Syrian Army from fighting ISIS, because Bashar al-Assad's regime feels that he is about to lose all the cards he has in his hand. He does not want the Free Syrian Army to declare a victory against ISIS, and therefore his regime is setting up a buffer zone between the Free Syrian Army and ISIS. I will show you their plans. They have been placed on all websites, and I can even give you copies of them. قدمنا للسيد استيفان قبل قليل شهادة موثقة بالفيديو ومترجمة ومحررة كتابيا لأحد المساجين من الإخوة العلويين، كان أسير لدى قوات الجيش الحر وتم إطلاق سراحه. فيما بعد هذه الشهادة تتحدث بالتفصيل كيف قوات النظام تنسق مع داعش، ويقوم بشرح تفاصيل معركة عندما يقوم هذا الضابط من جيش النظام، عندما يخبر العناصر والمقاتلين كيف ينسقون مع داعش، وستجدون داعش يساعدونكم في الجهة الفلانية. وطالبنا أن يكون هناك حماية للشهود الذين يشهدون بهذه الحوادث، ولكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة هي غير متاحة. سيقوم النظام بتصفيتهم إذا علم بتلك الشهادة. We just gave the special envoy a copy of a video of the testimony of a former Alawite detainee who was detained by the Free Syrian Army and who was released recently. In that video, he testifies how, in fact, the regime forces are coordinating with ISIS, and explains during a battle how these forces coordinated with ISIS. We even asked to provide protection for these witnesses, but until now, this protection was not forthcoming, and we fear that the regime, if he finds out about them, will liquidate them. فليتوقف النظام عن هذا الكذب. النظام هو أكبر إرهابي في العالم، وهو الذي جذب وفرخ ولعب على ورق الإرهاب من أجل تشويه سمعة الثورة وصورة الثورة السورية، وهذا ما لن يتحقق له أبدا. السؤال الثاني، بس ترجمة بعدين السؤال الثاني. Therefore, the regime must stop its lies. It is the biggest of terrorists, and it has continued to play the terrorism card to defame their revolution and to give a bad image of the revolution. Okay, second question. Jazeera. شكرا. السيد حريري، تحدثتم قبل قليل عن تعقدون أملا كبيرة عن حول لقائكم مع الروس، ترغبون في أن تلعب روسيا دورا أكثر تأثيرا في التسوية السورية. هل لديكم مشارات معينة من الجانب الروسي حول ربما تغيير في موقف موسكو تجاه التسوية؟ وهل تولد لديكم انطباع أن هناك محاولات لجعل أستنا هي المرجعية للتسوية السياسية في سوريا بدلا من جنيف؟ شكرا. يعني أستنا. Would you like the question? الترجمة والله الترجمة إن شاء الله تشرح. Thank you, Mr. Hariri. You pin a lot of hope on this process, and you hope that Russia will have more influence in the current process. Do you have any indication regarding a possible change of the position of Moscow? And are you under the impression that the Astana terms of reference are being changed? يعني أقول إنه إيران دولة مارقة تخطف القرار حاليا في سوريا، وجميعكم يعني يذكر حادثة القافلة التي نقلت المدنيين من أحياء شرق حلب المحاصرة
عندما استوقفتها الميليشيات الإيرانية وقتلت واستشهد في هذه الحادثة بضعة مدنيين. فبالتالي روسيا حاولت أن تتخذ موقفا محايدا، حتى هذه اللحظة لا تستطيع أن تأخذ القرار بشكل كامل من الميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا. ولكن يعني راح أقولها مرة واحدة وبترجميها ببطء، ولكن انفتاحها على ممثلي الفصائل الثورية المعتدلة التي تمثل الشعب السوري الثائر، واعترافها بهذه الفصائل كطرف مفاوض باتفاقية الآن أصبحت موجودة في الأمم المتحدة، على الرغم من أنها لم تلتزم أبدا يعني الميليشيات الإيرانية ونظام بشار الأسد، وفشل الدور الروسي الضامن، على الرغم من ذلك انفتاحها على الفصائل هذا يعتبر إشارة. اللقاء المرتقب غدا باعتقادي يجب أن يكون إشارة إيجابية، وأتمنى ونتمنى من أعماق قلوبنا أن تتحول هذه المواقف النظرية إلى مواقف عملية تتجلى بدعم العملية السياسية، بدعم مطالب الشعب السوري بالوصول للسلام عبر تحقيق أو تطبيق الضغوط الكافية على النظام للانخراط بجدية في هذه العملية. Therefore, Iran is a rogue state, and it is trying, we've seen as an example of that, the convoy when leaving eastern Aleppo and how it was stopped by the Iranian militias and the attacks on the civilians. With regards to Russia, it has tried to be neutral. Until now, it cannot take the decision back from the Iranian militias. Nevertheless, we see an openness in their position, especially vis-à-vis the revolutionary moderate factions. The fact that it has recognized these factions as a negotiating party is an indication to Russia's openness, and we are hopeful that tomorrow's meeting is also a positive indication. We hope that these theories will be put in practice, and we will see support for the peace process, which would ultimately lead to peace by putting pressure on the regime. أنا آسف جدا، بودي يعني أستمع وأجاوب على كل أسئلتكم، لكن صراحة ما في وقت. فمساء الخير، مساء الخير، شكرا.